السلام عليكم شهدت عدد من محافظات اليمن كرنفالات شعبية ورسمية احتفاء بالذكرى الرابعة والخمسين لأكتوبر المجيد الرابع عشر من أكتوبر يوم في تاريخ النضال اليمني ضد المستعمر البريطاني التي تكلل بتحرير جنوب الوطن وفي سياق هذه الاحتفالات الوطنيه تبرز الى السطح احداث مجملها قادمه من العاصمه المؤقته عدن التي يبرز فيها الموقف الاماراتي المتحكم بالمشهد من خلال ادواته فيما يبحث اليمنيون عن استعاده دولتهم والبحث عن مخرج من اوزار الحرب التي اثقلتهم ابرز تلك الاحداث ما تضمنه خطاب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وهو تاسيس الجمعيه الوطنيه المكونه من 300 من 303 اعضاء واعلان التصعيد الشعبي ضد الحكومه الشرعيه واعلان فروع المجلس بالمحافظات فيما يمضي الرئيس هادي بخطابه على التجديد على خيار مشروع الدوله الاتحاديه التي جسدت مخرجات مؤتمر الحوار تؤكد الاحداث الاخيره في عدن ان الامور تمضي بالتصعيد خصوصا ما شهدته الايام القليله الماضيه قبيل الاحتفاء بالعيد الرابع عشر من اكتوبر المجيد. مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء على احتفاليه اليمنيين بعيد اكتوبر المجيد وما صاحب هذا العديد من ملابسات واحداث، ستكون حلقه المساء اليمني لهذه الليله، نذهب بدايه لمشاهده هذا التقرير. على ايقاع خطى الجيش الوطني الجدار الصلب في معركه استعاده الدوله احتفاء رسمي وشعبي بالذكرى الرابعه والخمسين لثوره الرابع عشر من اكتوبر في عموم البلاد كان اليمنيون على موعد مع الحريه في هذا التاريخ الذي اصبح ايقونه ثوره شعب قرر صناعه قدره بكفاحه والتحرر من الاستعمار غير أن المناطق الجنوبية وتحديدا عدن وبهذه المناسبة تبدو مسرحا لمعارك ثانوية لا تتشابه ولا تنساق مع معركة استعادة الدولة حيث يأتي إعلان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي في كلمته التي ألقاها أمام حشد من أنصاره في شارع مدرم بالمعلى عن تشكيل جمعية عمومية مكونة من 303 من الأعضاء الجنوبيين الزبيدي قال في خطابه أيضا إن المجلس هو الممثل الوحيد لأبناء الجنوب وأن لديه برنامجا تصعيديا ضد الحكومة الشرعية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية. تصريح لاقى انتقادات من قبل متابعين يرون أن القضية الجنوبية صارت حاملا لمصالح ورغبات تمضي وفق المزاج الإماراتي. فيما يعيش الشارع الجنوبي هواجس ومخاوف من تاسيس دوله قمعيه قائمه على التصفيات والتوحش من قبل ميليشيات خارج القانون فكما يبدو أن القبضة الأمنية التي تخنق الحياة السياسية والمدنية في عدن والمتمثلة في الحزام الأمني المدعوم إماراتيا كحامل غير شرعي وتنضوي فيه فصائل غير منتمية للدولة باتت بحسب مراقبين تمثل خزانات عنف للمستقبل خطاب عيدروس الزبيدي وواقع التصعيد خارج سياق القضية الجنوبية واليمنية وفكرة تسليم الجنوب لمجموعة ارتهنت للخارج ونسيت وطنيتها ودورها الذي بات يشكل تهديدا لابناء المناطق الجنوبيه انفسهم وممن يرفعون شعارات القضيه الجنوبيه نفسها. الانتقادات ذاتها طارت تناقضات التحالف العربي وتضارب مواقفه بين قضيته المعلن عنها بدعم الشرعيه والتزامه بدعم استعاده الدوله وتمكين الحكومه وبين دعم تحركات ميليشيات واستقبالها بشكل رسمي والتعامل معها كممثل للجنوب. الرابع عشر من اكتوبر ذكرى التحرير وتحديات اللحظه الراهنه المتمثله بمخاوف عزل عدن بقوات لا تخضع لسلطان الدوله. تحديات باتت اليوم تشكل قلقا مجتمعيا ودوليا ولسان الحال هل هذا احتفاء بذكرى الاستقلال ام ترحيب بمستعمر جديد. إذا مشاهدينا الكرام لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي عبر الأقمار الاصطناعية الباحث السياسي أحمد جعفان الصبيحي من عدنوس ضمَّه آخرون عبر الهاتف، مساء الخير أستاذ أحمد. أهلاً وسهلاً مساء النور. أهلاً بك أستاذ أحمد. قبل ان نبدا حديثا يعني كنت اود ان ابدا معك بسؤال التقرير الذي ختم به ولكن قبل ذلك دعني اسالك ما الذي يمكن قوله في الذكرى الرابعه والخمسين لثوره الرابع عشر من اكتوبر وهي تمر على اليمنيين في هذه اللحظات. هذه الذكرى يعني هي ذكرى خالده في تاريخ ابناء اليمن عموما وفي تاريخ ابناء جمهوريه اليمن. الديمقراطية الشعبية، خصوصا اذا ما نظرنا إلى المسمى هذا المسمى وهذا الكيان السياسي الذي ولد إثر ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، والذي بعد ذلك أعلن عن استقلالها بهذه الهوية السياسية والقانونية وبهذا المسمى في الثلاثين من نوفمبر 1967. تمثل هذه الذكرى ايضا انتصار للحركه الوطنيه التي فجرت ثوره 26 السادس والعشرين من سبتمبر في 62 وبعد ذلك يعني الرابع عشر من اكتوبر 63 لتترجم مشروعا واحدا ينطلق وفق رؤيه في تلك الفتره كانت تحملها المجموعه التي كانت تنتمي الى افكار واصول قوميه والتي كانت ترى في توحيد بعد الثوره في توحيد جنوب اليمن يعني خطوه على طريق توحيد اليمن ثم بعد ذلك تنطلق الى مشروع اوسع واكبر على يعني لتوحيد المنطقه العربيه عموما فبالتالي كانت ثوره الثوره تمثل ثوره الرابع عشر من اكتوبر يعني لحظة حاسمة وفارقة ومرحلة يعني انطلق فيها المواطن اليمني جنوباً وشمالاً نحو مشروع نحو إقامة مشروع دولة وكيان سياسي لكن إذا ما نظرنا نحن اليوم إلى كل هذه الإشكالات التي نمر بها أثناء يعني هذه الاحتفالات فاننا نرى العجب العجاب ولا نرى يعني انسجاما بين يعني الروح التي تحملها هذه الذكرى والتعدد الكيانات والمشاريع المناطقيه والمشاريع الـ يعني يعني الـ ذات الاجنده التي لا تمت الى الوطن اليمني والجنوبي بشكل خاص باي صله وبالتالي نحن اليوم نقف على مفترق طرق وننظر الى مشروع ثوره الرابع عشر من اكتوبر على انها ذكرى خالده من الماضي ولكن الحقيقه ان الحاضر والمستقبل يحتاج من كل الوطنيين والشرفاء والكيانات السياسيه والاجتماعيه ان يعني تبدا ويعني تنظم افكارها وتنظم فعالياتها وتقيم الوضع الذي هي فيه لتتبين إن, كانت ان كان هناك ثمه دوله حقيقيه موجوده ام ان هناك كيانات ومشاريع سياسيه مناطقيه ترى يعني حضورها اكبر من حضور الدوله وتريد ان تغير مشروع الدوله لمصلحتها الشخصيه وهذا هو التحدي الذي تمر به يمر به جنوب اليمن ويمر به الوطن اليمني عموماً وذكرى الثورة ينبغي أن يكون منطلقاً لتقييم كل هذه الأوضاع حتى نسير إلى المستقبل بالرؤية التي تتناسب التي تتفق مع كل هذه التحديات حتى م. نولد استجابة حقيقية لمجمل هذه التحديات ونبدأ في السير نحو بناء دولة حقيقية وبالتالي نحن ندعو هنا. يعني الشرعيه وكل المكونات التي تنضوي تحتها سواء كانت اجتماعيه او سياسيه او فئويه ان بالفعل يعني تقف في هذه اللحظه من نعم التحدي قبل ان ندخل يعني تقيم الاوضاع وتنطلق الى رؤيه اشمل وتسمى الامور بمسمياتها نعم, نعم. قبل ان ندخل بهذه التفاصيل دعنا نمشي يعني خطوة, خطوه بدايه يعني من الاحتفال الرسمي والشعبي ايضا الواسع للذكرى في العديد من المحافظات وفي عدن يعني شهدت اكثر من ساحه يعني احتفالات عديده في اكثر من ساحه الى ما تعزو ذلك كما أسلفنا قبل قليل أن هذا هذا هو الواقع الآن الواقع مرير والشارع السياسي والمجتمعي يشهد انقسامات رأسية وأفقية تنم عن خلل خلل في 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 الوضع السياسي والوضع الاجتماعي ووضع الحكومة ووضع هذه المكونات وبالتالي نحن في هذه الذكرى نرى هذا المظهر المختل الذي يدل على ان هناك خلل في الجوهر هناك خلل في الجوهر ويتمثل هذا الجوهر في ان هناك حكومه وسلطه شرعيه يعني دعت التحالف العربي لكي يحل المشكلة ثم دخلنا في مشكلة أخرى وكأنه لم يكن ينقصنا إلا أن تأتي يعني هذه الإشكالات فوق الإشكالات التي نعيشها نحن أصلا وبالتالي نحن ننظر اليوم مثلا إلى هذا الإنقسام بأنه مؤشر خطير لربما انحراف وانجراف الأوضاع إلى مسارات مختلفة بعيدا عن ما هو معلن من قبل الشرعية إذا لم يتم معالجة هذه الأوضاع وهذه الاختلالات في سياق واحد وفق الرؤية التي خرج بها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني وهي وثيقة الحوار الوطني والمسار الذي اتفق عليه الجميع. وبالتالي نحن اليوم أمام كما قلت لك مفترق طرق نرى فيه تحديا كبيرا وهذا التحدي لم يكن آآ يقابله آآ استجابه حقيقيه لهذا التحدي لان الآليات التي تمتلكها السلطه الشرعيه اليوم هي آليات قليله لا تتفق مع هذه التحديات ونرى ايضا اطراف خارجيه بدات تركز على الوضع آآ آآ اليمني آآ يعني آآ تنطلق آآ من خلاله الى مسارات سلبيه ربما تحدث كثير من الاشكالات وربما ايضا تسيء يعني الى مشروع الدوله الوطنيه سواء كان في على مستوى جنوب اليمن او على مستوى اليمن جنوبا وشمالا فبالتالي نحن اليوم يعني هذا الانقسام الذي نشهده في الشارع السياسي والاجتماعي والساحات التي بالفعل يعني يعني تنتظم فيها هذه الفعاليات وفقا لرؤيه بعض القيادات التي ربما هذه القيادات يعني بدات تغير مفهوم القضيه الجنوبيه ونضالات ابناء الجنوب عموما الى مسارات مختلفه تتفق مع مصالحها الشخصيه وبالتالي نحن حينما نرى اليوم مثلا هذا المجلس الانتقالي المعلن. وهو يستند إلى طرف خارجي في بلورة مشروعه نعم. يعني ربما على مفاهيم لمحاربة الشرعية ويتهمها أنها مثلاً نعم. يعني يسيء إلى الشرعية من خلال تحالفها مثلاً مع الإخوان المسلمين وهذه الأسطوانة المشروخة التي بدأت نشهدها ونسمعها هي عبارة عن مؤشر لاستهداف الحكومة الشرعية و يعني افراغها من مضمونها للسير وفق مسارات مختلفه وبالتالي الكره الان في ملعب السلطه الشرعيه وما الذي ينبغي عليها ان تفعله اذا هذه التحديات نعم م. هناك من تساءل استاذ احمد يعني هل كانت الاحتفالات اليوم يعني الاحياء ذكرى خروج المستعمر السابق والترحيب بمستعمر جديد للاسف الشديد نعم ولا نستطيع الا ان نقول نعم رغم مراره هذه يعني هذا الاعتراف نحن يعني دخل التحالف العربي بدعوه من السلطه الشرعيه لكن ما نراه اليوم من قبل يعني الامارات العربيه المتحده نرى اليوم يعني كما قد قلنا في مقابلات ايضا سابقه ان هناك مسار مختلف تماما عن المسار الذي ينبغي ان تسير فيه ان تسير به آه، يعني ان يسير به التحالف مع السلطه الشرعيه وفق خطه ورؤيه مشتركه، لكن نحن اليوم نرى يعني يعني نرى احزمه امنيه ونرى مكونات مناطقيه ونرى اجهزه امنيه هي في الحقيقه عباره عن عصابات مسلحه تتكئ على شرعيه المنظومه الامنيه وهي لا تمثل هذه المنظومه الامنيه باي صله وتحرق تصادر الحياه السياسيه وتشيع الخوف والرعب في اوساط المجتمع اليوم الشارع العدني يعيش مخاوف وهواجس كبيره جدا ويعني ربما هو يتذكر من خلال هذه حينما يرى هذه الاجراءات يعني تلك المرحله التي عاشها في ايام يعني حينما كانت الدوله عباره عن دوله بوليسيه وبالتالي نحن الان من خلال هذه الاجراءات نرى اننا نعود الى الوراء في وقت نحن بحاجه الى بناء مشروع دوله الى بناء اساس للتعايش إلى إرساء منظومة سياسية ومجتمعية تسود يعني فيها قيام المحبة والأخوة نعم ويعني قبول بالرأي والرأي الآخر وتفتح المجال لكل المكونات السياسية والمجتمعية لكي تعبر عن آرائها وهذه هي هذا هو الإطار الذي كنا نحلم نعم به ونريد أن نرسمه بعد كل هذه الثورات إذا ما كل هذه المناسبات نريد أن يعني تتحد مواقفنا لبناء تشكيل وتشكيل وتكوين دوله جديده تتسع للجميع لكن نحن نعم نرى أستاذ أحمد يعني هذه التصريحات التي تحدثت بعض. عنها أطراف التحالف نعم تمضي بناء نحو مسار مختلف نعم, نعم. هذا المسار المختلف الذي يمضي بالقضية الجنوبية وأيضا هذه التصريحات التي صدرت اليوم من رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي ما مخاطر كل ذلك خاصة هناك من يقول أنها أنها يعني تؤدي إلى مخاطر عديدة على القضية الجنوبية أساسا القضيه الجنوبيه هي قضيه انسانيه في المقام الاول والاخير يوم يعني نحن حينما قامت يعني الحركه المدنيه والحقوقيه في الجنوب هي كانت تعبر عن اراده مجتمعيه رافضه للظلم ورافضه للقمع ورافضه لمصادره الحقوق من قبل نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح سيء السمعة والصيت وبالتالي هذا الظلم الذي يعني تبلورت الذي كان هو التحدي الذي ولد الاستجابه استجابه الشارع العام له ولرفضه وتاسست ثوره الثوره الجنوبيه وتبلور مشروع الحراك الوطني الجنوبي لكي يرفض كل اشكال الظلم ويبدا في تاسيس قواعد دوله مدنيه حقيقيه تسود فيها قيام المحبه والتعايش للجميع نحن نرى اليوم عكس ذلك نرى ان هناك تجريف للحياه السياسيه نحن نرى ان هناك اجراءات تضرب التعايش المجتمعي و يعني في الصميم وتصادر كثيرا من من حقوق الفئات الشعبيه والمجتمعيه حتى هذا المجلس الانتقالي والدوائر التي تمثله وكل الهيئات التي بدات تتشكل وفقه نراها انها لا تمثل كثيرا من الفئات هناك كثير من المساحات الجغرافيه والمجتمعيه لا ترى انها قد مثلت تمثيلا يتوافق مع حجمها ومع نضالاتها ومع الدور الذي ينبغي ان تلعبه هذا اذا ما نعم اذا اذا ما الذي ينبغي على الشرعية ان تقوم به استاذ احمد يعني في كل هذه الاجراءات التي تتحدث عنها التي تزعزع الامن المجتمعي في عدن كل هذه التصريحات وكل هذه الهجوم والتصعيد ضد الحكومه الشرعيه ونجد الحكومه يعني ولا كان شيئا يحدث وكان الامر لا يعنيها بتاتا ولا كان ما يحدث هو بجوارها وعلى نفس الارض ربما ما الذي ينبغي عليها فعله برايك نعم السلطه الشرعيه هي الركيزه الاساسيه في احتواء هذه الاوضاع وتعريفها على الاقل السلطه الشرعيه اليوم مطالبه بترجمه موقفها و الخروج عن سلبيتها القاتلة لكي تضع النقاط على الحروف وتبرئ الذمة إلى الله والوطن ويعني وتعرف وتسمي الأمور بمسمياتها لا بد عليها أن تقول ما الذي ما 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 هو كائن وما ينبغي أن يكون وبالتالي اليوم على السلطة الشرعية أن بالفعل يعني تقوم تطلع بدورها المنوط بها لأنها هي اليوم هي محل الثقة وهي تعيش في مرحلة تاريخية مهمة يقف فيها الشعب اليمني عموما وأبناء الجنوب خصوصا يعني امامها موقف المذهول وموقف ايضا الحائر من تذبذب موقف من تذبذب يعني دورها وركاكه موقفها ايضا وبالتالي ينبغي على هذه السلطه الشرعيه ان تكثف حضورها وتطلع بدورها ومسؤوليتها وقد كان الناس بداوا يتفاءلون في تحركات رئيس الوزراء احمد عبيد بندغر ويرون فيه بالفعل يعني انه يعني بالفعل من خلال ادائه ومن خلال تحركاته ان هناك تعاف في مسارات الشرعيه لكن ما نراه اليوم ربما يعني هو مؤشر ويعني ان الامارات العربيه المتحده نعم وكل الاجهزه التابعه لها والمتحالفين معها قد ضاقوا ذرعا ايضا بهذا نعم الخط الذي رسمه وصلت بن دغر الفكره وسط نعم الجميع ونرى ان السلطه الشرعيه في تحدٍ اخر ينبغي عليها ان يعني تعرف هذا التحدي وتقوم بدورها وتحاول ايضا ان ترسم خطا جديدا يتفق مع مسؤوليتها التاريخيه والسياسيه والوطنيه ويعني بالفعل تمارس عملها في تمارس عملها في مختلف الاجهزه الحكوميه والاداريه واذا لم تستطع ان تفعل كل هذه الامور ويعني وتعبر عن مسؤوليتها عنها فعليها ان توضح ما هي ابرز التحديات التي تقف امامها حتى يقف الشعب معها ويبطل مفعول كل هذه الامور التحديات التي بالفعل تقف تريد ان تعطل السلطة الشرعية وتريد أن تعطل كل آلياتها وتريد أن تمضي بنا باتجاه مسارات نعم. ربما لا تحمد عقباها نعم. نعم إذن الباحث السياسي أحمد جعفان الصبيحي شكرا جزيلا لكم كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن وينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مختار رحبي مستشار وزير الإعلام من عمان مساء الخير أستاذ مختار اهلا وسهلا مساء النور عليك يا اختي العزيزه وعلى المشاهدين وضيفك الكرام جميعا اهلا بك استاذ مختار دعني ابدا معك من حيث انتهيت مع ضيفي الذي كان معنا عبر الاقمار الاصطناعيه احمد جعفان واسالك يعني تحدث الاستاذ احمد عن كثير من التحديات التي تقف امام السلطه الشرعيه لعودتها بشكل قوي وربما ما يحدث او ما حدث اليوم من تصريحات ومن اجراءات من ابرز هذه التحديات، اين الحكومه الشرعيه من كل ما يحدث حولها من تجاوزات ومن اتهامات مباشره وغير مباشره وتعطيل ايضا لدورها في محافظه عدن؟ اولا الحكومه متواجده وبشكل يعتبر شبه دائم لرئيس الحكومه ولاعضاء في الحكومه متواجدين في مدينه عدن اسمح وكبير لي استاذ مختار يعني أه حتى أو اوضح لك الفكره انا اعلم انهم موجودون وان هناك الكثير من الفعاليات التي يقومون بها ولكن انا اتساءل عن ما يحدث حولهم ما يحدث بجوارهم من احداث لا نجد ابسط تعليق عليها وكان ما يحدث خارج حدود اليمن تماما هو في حقيقه الامر ان المرحله هي مرحله حساسه جدا لذلك لن تجدي جواب شافي لسؤالك و ردود فعل الحكومه، الحكومه تحاول ان تتعامل بدبلوماسيه وتتعامل بمراعاه لحساسيه الوضع الذي تعيشه اليمن، خصوصا مع حلفائها في التحالف العربي، بالتالي تتعامل بحسن النوايا وتتعامل بايجابيه في كثير من الملفات، ولو ان هذه بعض ما ما تم القيام به في مدينه عدن من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الانقلابي. او غيرها من الاعمال التي قامت بها المجموعات المحسوبه على دوله الامارات العربيه المتحده للاسف الشديد لذلك لن لن يكون هناك لن يكون هناك حديث يعني فريح والحديث بشفافية عن ما يحصل في مدينة عدن لكن المتابعين وكذلك المتعمقين في المشهد اليمني يعرفوا حقيقة ما الذي يحدث في مدينة عدن ما هي الأجندة التي بدأت تتكشف وتظهر للجميع وهذه طبعا بارزة لكل من يكلف نفسه قليلا بالغوص في ما يحدث في مدينة عدن التي كان من المفترض ان تكون عاصمه نموذجيه وعاصمه مؤقته نموذجيه لكي نعطي انطباع ايجابي للمناطق الاخرى التي لم تتعرض حتى هذه اللحظه للاسف الشديد هناك اعمال يتم القيام بها في مدينه عدن انا اعتقد انها تؤثر على الحكومه الشرعيه بل انها تزعزع تواجد الشرعيه في مدينه عدن التي من المفترض ان تتواجد الحكومه بكامل اعضائها كذلك حتى رئيس الجمهوريه الذي من المفترض ان يكون في مدينه عدن ولكن للاسف الشديد هناك من لا يريد الشرعيه ان تقوم بدورها هناك من لا يريد الشرعيه ان تتواجد في المناطق المحرره هناك من يريد الشرعيه ما الذي سيستفيدونه استاذ مختار يعني ما الذي سيستفيد الاقليم خاصة يعني دول جسمهم. الجوار الإمارات والسعودية مما يحدث في عدن بالذات من عدم عودة الشرعية بكامل قوتها وبسط نفوذها على المحافظة فعليا هناك أجندة للإمارات في المناطق الجنوبية وقد ظهرت بشكل علني أمام الجميع من خلال احتضان المجلس ما يسمى بالمجلس الانتقالي والذهاب بهم والعوده بهم الى مدينه عدن والتصعيد في الوقت الذي يريده ايضا يريدون ان تكون القوه المتواجده والقوه الضاربه هي بيدهم فقط لا يريدون اي قوه عسكريه لها تواجد في مدينه عدن وهو ما جعلهم مشكلون ميليشيات تابعة لهم ليست تابعة للدولة وليست تابعة للشرعية إنما ميليشيات يقومهم بتدريبها بدفع رواتبهم بالاعتناء بهم وذلك خارج اطار الدوله وهذا طبعا يضعف الدوله ويضعف حتى تواجد الدوله اذا كنا نتحدث عن ميليشيات بالاحلاف يتواجدون في مدينه عدن وانا طبعا اسمي ميليشيات لان اي اي مجموعات مسلحه هي خارج اطار الدوله هي تعتبر ميليشيات بنظر القانون وبنظر الجميع بالتالي يريدون ان تكون القوه الضاربه هي لهم ويخدموا أجندة للاسف الشديد انها ظهرت لكن دعيني اكون صريحا ان المملكه العربيه السعوديه موقفها ما يزال ايجابي حتى هذه اللحظه موقفها داعم الشرعية اعلنت اكثر من مره وقوفها مع الشرعيه لم تتبنى الخطاب المعلن من قبل اعلام ابو ظبي والامارات تجاه فخامه رئيس الجمهوريه وتجاه الشرعيه ما تزال تحافظ وما تزال يعني تريد بالفعل أن تقدم شيء لليمن وتريد أن تخرج اليمن من الأزمات التي يعاني منها ولكن نحن يعني في الأخير المملكه العربيه السعوديه هي قاعدة التحالف وعليها بالفعل أن تتحمل مسؤوليه ما يحدث في هذه المناطق وفي المناطق المحرره الأخرى، التحالف العربي جاء تحت غطاء الشرعيه وهو الذي طلب منهم فخامه رئيس الجمهوريه لإنقاذ اليمن من الميليشيات الإنقلابيه، بالتالي أي تحايل أو أي استهداف لل الشرعية أو لفخامة رئيس الجمهورية هو استهداف أيضاً التحالف العربي، أي زعزعة أي خارج إطار الشرعية وخارج إطار الدولة هو لا يصب في مصلحة التحالف بل أنه يضر التحالف ويضر أيضاً شرعية التواجد في هذه المناطق وفي المناطق المحررة الأخري. نعم اذا مختار الرحبي مستشار وزير الاعلام شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف من عمان مشاهدينا الكرام نذهب لمشاهدة هذا الاستطلاع البسيط حول آراء الناس ومشاعرهم حول احتفاء الرابع عشر من أكتوبر على الذكريات احنا عندنا منطقة حضيب اللي ثار فيها علي معور الربيزي قام بالثورة على كيسه مش بأي مادة على نفسه العمر في شبه حضيب في شبه وقام علي معور بثوره على بريطانيه لحتى عضها من منطقه حضيب ولا ترتبت فيها. وبعدين اللي لي يتكلمون على لبوده وعلى الثانيين وما يذكرون شيء. ثوره حضيب هي اول ثوره صارت من قبائل الربيز يقودها علي معور الربيزي. هو يوم فاصل يعني في حياه الشعب اليمني وهو يوم عزيز وعظيم على كل انسان ومواطن يمني غيور على ارضه وعلى شعبه. ايضا انا ادعو القياده السياسيه ان تكون قريبه من المواطن اولا رمزيه احتفال الدوله في مارب اعتقد ان لها دلاله كبيره ما هي تربط بين وحديه القضيه وحديه الهويه ايضا الصور التي تملا القاعه هذه بهذه الذكرى بهذه المناسبه تحيي النضالات التي قدمها الابطال الاحرار من شهداء ثورة 14 اكتوبر، وأيضا هي تقول أن القضية لا زالت متقدة، يعني لا زالت الثورة في نفوس اليمنيين، القضية لا زالت واحدة والانتصار سيكون واحدا أيضا كما كان. إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وأرحب أيضا بضيفي الأستاذ ياسر اليافعي، رئيس تحرير يافع نيوز عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، مساء الخير أستاذ ياسر. أهلا وسهلا، مساء النور. اهلا بك معنا استاذ ياسر يعني ساعات متعدده تحتفي بالرابع عشر من اكتوبر، لما لا يكون هذا اليوم الوطني دعوه لتوحيد القرار الوطني واعاده ترتيب البيت الداخلي لعدن؟ طبعا بما ان هناك برامج او مشاريع سياسيه مختلفه سيكون هناك فراغ في ظل ان الحرب ما زالت مشتعله وان الحوثيين وصالح ما زالوا منغلبين على الشرعيه وما زالوا يسيطرون على محافظات عديده وايضا في ظل ان اطراف هناك تحاول العبث بالانتصارات التي تحققت في العاصمه عدن والمحافظات الجنوبيه الاخرى لذلك اعتقد انه من الطبيعي ان يعني يحدث خلاف او يحدث هو يأتي وهذا الخلاف ياتي ضمن صراع المشاريع الموجود اليوم سواء كان ذلك في المحافظات الجنوبيه او على مستوى اليمن نعم. إذا يعني لكن أستاذ ياسر يعني في ظل ما الوضع متوتر كما قلت، وفي ظل هذه أن أن هناك ما زال العبث باقي من قبل الإنقلابيين على يعني الوطن في جنوبه، يعني ألا يستدعي ذلك أيضاً الهدوء وعدم القفز على المراحل حتى يتم استيعاب ما يحدث في الجنوب، وتوحيد الرأي؟ ومن ثم الحديث عن خطوات قادمه وخطوات استباقيه وتصعيديه ايضا هو هذا مطلبنا وهذا هدفنا لكن للاسف الحكومه الشرعيه ورئيس الوزراء بندقر لم يلتزم نحن قلنا واكثر من مره وكررنا لدينا عدو واحد الحوثيين صالح لدينا انقلاب فدعوا الامور في عدن وباقي المحافظات حتى يتم انهاء الانقلاب والجلوس على طاوله واحده للبحث مستقبل الجنوب لكن يعني كيف لم يلتزم سواء كان ذلك فدرالي او نعم كيف لم يلتزم بن دغر؟ هل ذهب واعلن مجلس انتقالي وصعد اليوم ضد الحكومه الشرعيه؟ كيف لم يلتزم؟ اشرح لي هذه النقطه لو سمحت. لم يلتزم لانه تجاوز خطوط حمراء يعني هناك تضحيات في المحافظات الجنوبيه، هناك انتصارات تحققت، هناك واقع جديد وجد بعد 2015 هناك انتصارات في مجال مكافحه الارهاب، فاراد ان يعيد قوات شماليه الى عدن واعتقد هذا الامر يثير حساسيه عند الناس في ظل عدم وجود ضمانات، كيف انا اقبل بقوات اخرى يعني كانت جزء من المشكله في 94 وجزء من المشكله في 2015 لتكون يعني موجوده في عدن وفي باقي المحافظات في ظل عدم وجود ضمانات وحلول حقيقيه السند عليها المستقبل اليمن سواء فدراليه سواء انفصال سواء بقاء الوحده هنا في خطوات استعجال بدل الحكومه تكثف جهودها لتحرير حتى منطقه صرواح او الوصول الى صنعاء لجات الى محاوله خلط الاوراق في عدن واعتقد ما يجري في عدن لا يعني له ايادي سياسيه ربما بعض دول المنطقه او الاقليم تحاول تعبث مثل قطر وغيرها لمحاوله خلط خلط الاوراق على دول التحالف كما سمعنا قبل المتحدث قليل قبل قليل حمدان الرحبي يتهم الامارات مع الاماراتيه التي حققت كانت الشريك الرئيسي مع المقاومه الجنوبي في تحقيق الانتصارات وفي ملف مكافحه الارهاب وفي الوصول الى قرب محافظة العلل وتحرير مناطق واسعة من تعز ماذا فعلوهم الهاربين في فنادق الرياضي يحدثون عن إنجازاتهم هم قبل أن يتحدثوا عن الإمارات والمقاومة الجنوبية ومن يسميها ميليشيات التي هي اليوم تقاتل في معظم المحافظات الجنوبية وتحقق انتصارات في مجال مكافحة الإرهاب هو هذا الخطاب الإعلامي هو ما يثير أبناء المحافظات الجنوبية هذا الخطاب هو الخطاب التصعيدي عندما تنسف جهود الآخرين ومن يعمل على الأرض وتسميهم ميليشيا والغابعون في فنادق الرياض يعني تسميهم قوات او الشرعيه نعم. وهم يوظفون ابنائهم واغاربهم يعني ربما لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الإماراتي في تحرير عدن ولكن أيضا لن يستطيع أن ينكر ما الذي يحدث في عدن الآن من كثير من التجاوزات التي لا يفترض بدوله أتت لتساعد الشرعيه بعودتها وبسط نفوذها أن تقوم بها يعني أجندة الإمارات لم تعد خافيه على أحد أستاذ ياسر بدليل أن احتفاء المجلس الإنتقالي الذي حدث اليوم كان برعايه واضحه للإمارات ما الذي يعني تفعله الامارات في ظل حكومه شرعيه يجب ان تساند، لماذا تذهب لتساند فصيل يعلن تصعيده اليوم امام الحكومه الشرعيه ويتهمها عيانا بيانا بانها تعمل مع اطراف اخوانيه كما يقال وايضا يعني يعلن تاسيس جمعيه عموميه، الا تجد ان مثل هذه الخطوات يعني لا احد يريد انكارها على الشعب الجنوبي وهي حق من حقوقه ولكنها ليست بوقتها حاليا وخاصه حين يعني نشتت الجهود ونصنع لنا اعداء جدد طبعا هو موضوع الحراك الجنوبي وموضوع مكونات الحراك الجنوبي يعود يعني الامر الى 2007 وليس منذ بعد صحيح. 2015 او واه. يعني تدخل الامارات ضمن التحالف التحالف الشرعيه هي خطوات قديمه ولكنها هي عباره عن تراكمات اوجدت المجلس الانتقالي الجنوبي لوحد كل الجهود الجنوبيه تحت يعني مكون سياسي واحد حتى يسهل حل القضيه اليمنيه هل بشكل جميعا تحت هذا المجلس الانتقالي استاذ ياسر هل توحدوا جميعا تحت المجلس الانتقالي؟ الم يذكر ألم يكن اليوم هناك نعم ساحة ستت أخرى للحراك نعم ألم يكن هناك ساحة أخرى ومليئة بالناس أيضا تنتمي للحراك أيضا ولكنها لا تنتمي لم كانت ساحة نعم كانت كانت ساحة أخرى ولكنها لم تكن مليئة بالناس كانت ساحه اخرى ونحترم من خرج هناك ومن خرج وتحت علم الجنوب ايضا، لكن كان الزخم الجماهيري والحضور الاكبر هو في المعلا وخلف المجلس الانتقالي وهذا طبيعي يحدث في اي بلد، لن تقدر تجمع الناس على راي واحد، نحترم كل الخيارات ومن خرج في ساحه العروض وخرج ورافع علم اليمن ورافع شعار شعب الجنوب بالتحرير والاستغلال هذا لا خلاف عليه. نعيد ونكرر من 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 احدث الفوضى في عدن هو من اراد تغيير واقع ما بعد 2015 وعليه ان يتحمل العواقب، نحن قلنا ونؤكد والقوات الجنوبيه اليوم تقاتل في عمق الشمال ان نحن ضد الانقلاب ومع الرئيس هادي حتى يرفع العلم اليمني في مران لكن رئيس الوزراء يريد رفعه في عدن قبل ان يرفع في صنعاء ويرفع في مران وما زال الحوثيين يعبثون بصنعاء عدن هي عاصمه أص... مؤقته استاذ ياسر يعني يعني انت تتحدث بشكل ايجابي عما يحدث ولكن ايضا تناقض نفسك في الوقت نفسه يعني الحكومه الشرعيه ارادت ان تثبت اقدامها في المناطق المحررة وعدن إحدى هذه المناطق واعتبرت عدن عاصمة مؤقتة لجميع اليمنيين لكن ما حدث ليس كذلك وأسبقت الأحداث ووصلنا إلى ما وصلنا إليه يعني أكثر من ساحة وأكثر من خطاب وأكثر من التصعيد لما هذا كله؟ ما الذي كان ينبغي على بندغر مثلا عمله حتى ينال رضا المجلس الانتقالي والامارات ايضا، ما الذي صنعه بندغر وقلب هذه الاوراق التي تحدثت عنها؟ هو ليس الموضوع ابن دغر فقط، هو العمليه بدات منذ يعني منذ ما بعد تقريبا 2015 بعد ما بدات عدن تتامن بعد ما بدات يعني الانتصارات تتحقق في مجال مكافحه الارهاب تحققت في لحق في ابين في المكلة بدات بعض الاحزاب السياسيه المتضرره شن حمله هجوميه عنيفه على محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي اثناء ما كان محافظ على مدير ايوه يعني كل هي هذه النقطه انتم زعلانين على عيدروس يا اخي من اول حديثك وانت مكنتني بندغر بندغر, بندغر اول ما طرحنا موضوع بندغر قلت لي ليس الموضوع بندغر واعدتني الى نقطه مختلفه أكمل دعيني اليس الرئيس هذه مخول تتضح تفضل تفضل دعني اكمل كلامي تتضح الصوره لا. فالاحزاب السياسيه عندما وجدت المحافظات الجنوبيه يعني ستنطلق نحو مستقبل بدات تعطل العمل في عدن بدات بنشر الاشاعات على التحالف العربي محاوله التحريض على الامارات ودورها مع انه ابن دغرب نفسه قال قبل ايام لولا الامارات ما كنا لنحتفل هنا فما استغرب يعني الهجو... جميل. هذا, هذا يعني في الشرعية. أنا لا ينكر دولة الإمارات. عمل الشرعيه وبين ابن دغرب اول سدوا في الشرعيه بانفسكم سدوا في الشرعيه هل الامارات احتلال او الامارات ضمن القوات الشرعية كما وصفها ابن دغر ونسب كل الانصارات التي تحققت إليها عندما تتفقون في الشرعية تعالوا إلينا في الجنوب لنتفق وبعدها, وبعدها لكل حادث حديث نعم بالنسبه لنا نحن اعلام لا نتبع احد استاذ ياسر الشرعيه ربما خطها واضح وتحدثت انت ان بن دغر يرحب بجهود الامارات ويثني عليها وهذا الدليل ان يعني لم ينقلب بن دغر على احد ولكن اود ان اسالك يعني قلت لي بان الوضع كان مستتب والامور ممتازه في عدن وكانت على قاب قوسين او ادنى من انطلاقها نحو ربما العالميه ولكن هناك بعض الاحزاب استفزها هذا النجاح هل يعقل يعني الأحزاب أن تكون سيئة إلى هذا الحد وأن تسعى إلى يعني لخبطة الأوراق وهي أيضا دفعت بشبابها ذات يوم للدفاع عن عدن وأنا أتحدث عن يعني تعرف تماما أن من دافع عن عدن ليس فقط من يتبع فصيل معين، خرج أبناء عدن جميعا نسوا كل انتماءاتهم الحزبية ودافعوا عن عدن صفا جنب الآخر أليس كذلك؟ نعم بس انا أتحدث عن احزاب احتلت الجنوب في عام 1994 تاريخها اسود ودمرت الجنوب وكان الجنوب وكان الشريك مع علي عبد الله صالح في كل المؤامرات ولكن ولكنكم تحملون هذا الحزب استاذ ياسر يعني تحملون هذا الحزب يعني اضعاف مضاعفه ولا, ولا نسمع احد يحمل صالح ربع ما تحملونه هذا الحزب الا يعقل ان يكون دور صالح اسود صالح, صالح والحوثي صالح والحوثي قاتلنا قاتلنا يعني في دم في دم وفي شهداء وفي تضحيات كبرى حتى ارجعناهم الى ما بعد تعز يعني الى ما بعد باب المندب، لكن نتحدث عن حزب سياسي اخر هو حزب الاصلاح مخترق الساحه الجنوبيه عبر عبر جمعيات عبر احزاب اخرى عبر حركات اخرى وبالتالي تاثيره ما زال قوي جدا ويحاول ان يقلب الاوضاع في عدن بعد 2015 لصالحه وهذا الامر الذي يعني اوجد حاله الغليان الموجوده اليوم في الشارع، نعيد ونكرر نحن, نحن الان في معركه ضد الانقلابيين واكدها اليوم عيدروس الزبيدي وفي مقابلته الاخيره نعم على يعني. الانقلاب ثم نعود نتفاوض في امر اليمن وفي امر علم الجنوب المشكله ان اليوم رئيس الوزراء بندغر حول علم الجنوب علم اليمن الى قضيه وكان قضيته الاولى هي رفع علم الجنوب في معسكره في قاعه من القاعات اليوم عشرات الالاف في ساحه المعلى رفعت علم الجنوب وهتفت له يعني هل هو نهايه المطاف نتمنى ان بندره على القضيه الاولى لكن إيه آه على اسمح لي استاذ ياسر اسمح, اسمح لي استاذ ياسر مساله 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 العلم استاذ ياسر استاذ ياسر مساله العلم ليست مجرد الوان او مجرد رايه ترفع في مكان لها دلاله ابعد من ذلك حين يتم رفع علم الجنوب في محافظه تقول انها تابعه للحكومه الشرعيه ما الذي يعني ذلك يعني الحكومه الشرعيه يعرف علمها، نعم كان ربما هدف دغر ان يرفع علم اليمن وليس علم الجنوب وهذا نحيي على ذلك لانه فعلا هو يتحدث باسم الشرعيه، هل, هل نقبل ان يكون رئيس الوزراء في مكان ويرفع علم الجنوب في امر نحن لا ننكره ولكن لم يبت فيه حتى الان؟ طبعا فرق بين انه يرفع على الرئيس هادي عادل عدن ورفع العلم وغيره من الوزراء رفعوا العلم اليمني وهو مرفوع يعني في الدوار الرسمي في الدوائر الرسميه في معاشيق لكن ان يحولها الى قضيه كبرى وقضيته الاولى على حساب الخدمات على حساب الرواتب على حساب الكهرباء على حساب طفح المجاري فاعتقد هذا شيء شيء مستفز لشعب قدم العديد من التضحيات يعني محاوله خلق واقع جديد يتعارض مع ما تم انجازه وما تم تحقيقه ومع الشراكه التي نتحدث عنها والتي اتفقنا على انها تكون شراكه حتى ننهي الانقلاب اعتقد امر مثير يعني حتى للسخريه ويجعل الشعب يعني الشعب في المحافظات الجنوبيه يخرج هو بندغر هو فقط يعجل في حدوث انتفاضه كبرى ربما ستؤدي الى رحيله من عدن واعتقد اليوم في ضمن خطاب او ضمن البيان السياسي الذي خرجت به يعني الاحتفالات اكتوبر هو خطوه تصعيديه سنشريها نعم خلال هذا الخطاب دعني اتوقف لها. عنده استاذ ياسر هذا الخطاب الذي فعلا كان تصعيدي، وربما مراقبون وجدوا فيه تشابها مع خطاب الحوثي الانقلابي، يعني تأسيس جمعيه مكونه من 303 اعضاء اشبه ببرلمان، اتهام الحكومه بانها تعمل مع بعض الاحزاب التي تتهم لديكم بتهم لا ندري يعني من اين استقتموها حزب ثلاثه أرباعه معتقل ولديه هذه القوة الخارقة هذا حزب يعني ليس بالهين عموما ما الذي تعني مثل هذه الخطوات التصعيدية استاذ ياسر اليست يعني خطوات انقلابية ايضا على الحكومة الشرعية؟ هو التصعيد يقابله تصعيد والاستفزاز يقابله استفزاز هذا واقع لكل فعل ردة فعل مع المجلس الانتقالي اليوم عمله عم يبني البناء يعني يؤسس لدولة قادمة الجمعية الوطنية هي ضمن ضمن أساسيات أو بناء البيت القادم يعني نحن نهتم الآن في الأساس حتى يكون البناء متين والبيت يعني يكتب العمل والنجاح لكن أن يتم الحديث أو محاولة الاستنقاص من هذه الفعاليات ومن هذه الجمعية نعم. ومن لا نستنقصها اسمح لي يعني حتى أستغل الوقت معك يعني لا نستنقص من اي فعاليات ولكن اود ان اسالك ما الذي قدمه المجلس السياسي منذ ان تكون حتى الان لابناء الشعب الجنوبي بين قوسين، هل قدم لهم خدمات، هل قدم لهم رواتب، هل قدم هل تحمل مسؤوليته كمجلس انتقالي حقيقي؟ طبعا الخدمات مسؤوليه حكومه الشرعيه، المجلس الانتقالي في الوقت الراهن وفي مرحله بناء، نحن هو جميل يعني ما زلتم معترفون بالحكومه الشرعيه محل أن, أن, ان عليها ان ان تقدم الخدمات ولكن ليس عليها ان تقوم ان يعني تعطى لها الحقوق هذا يعني هو دورها دورها هو تقدم دورها. خدمات ودورها ألا, الا ترفع العلم والا ينضم تحت لوائها الجميع امرك عجيب اخي ياسر يعني كن منطقيا يعني اما ان اعترف بهذه الحكومه الشرعيه واتبع كل قراراتها وكل يعني ما تقوم به من تغييرات سواء كمحافظين او يعني قياده محاور او الويه واتفق معك ان واجبها ان تقدم جميع الخدمات او ان لا اعترف بها ولا اطالبها باي خدمه هي حكومة حرب، هي حكومة حرب مش من حقها تقرر مستقبل الجنوب ولا مستقبل اليمن في المرحلة الحالية، هذا أمر حسم لا يمكن أن تفرض الستة الأغاليم على الشعب لا في الشمال ولا في الجنوب، هذا الأمر الستة الأغاليم يعود إلى مرحلة ما بعد الحرب وما بعد إنهاء الانقلاب، لكنها تريد أن تفرض أمر واقع هذا الأمر لا يمكن نرضاه لا يعني حتى يعني نعم. لا, لا اعتقد انه تم اعلان الاقاليم السته استاذ ياسر لا اعتقد انه تم اعلانها ويعني ربما كانت الحكومه تود تثبيت وانهاء ينهارنا. هذه الحرب يريدون فيما أعلان. بعد فيما بعد يعني هذه اللحظات يعني كان يمكن ان يتم الحديث ولكنكم انتم من تستبقون الاحداث عموما استاذ ياسر اليافعي رئيس تحرير يافع نيوز شكرا جزيلا لك كنت معي عبر الاقمار الاصطناعيه من عدن واعذرني لم يعد لدي الوقت لسماعك مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لمتابعتكم الى ان التقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعايه الله وامنه